مشاهدينا اهلا بكم في هذا البث المباشر من مدينه الدار البيضاء، وكنتمنى هذا النداء صدقا يوصل لجميع المحسنين. علاش؟ لان اللي غيتدخل لهاد السيده اللي غيساهم ولو غير بالقليل، هاد السيده غيعتق الحياه ديالها. هاد السيده عندها وليد واحد خرجت منهم الدنيا كيف كنقولوا، مازال صغيره، شاء القدر انها تتبوشوا ليها العروقه كيف كنقولوا. كتقول ان الطبيب قال لها كانوا كيجيوك الحلاقم بزاف صغرك، فبالتالي هذا هو المشكل اللي دار لك هذا المشكل الصحي. خص عمليه مستعجله. العمليه في المصحات كيقولوا لهم 8 المليون، هما 8 المليون ما عندهمش فيها حتى 100 درهم. حاليا كتاخذ الادويه غير باش كتكالمي، راه كيقولها لها الطبيب، كيقول لها شوفي هاد الادويه راه ما يعني احنا غير حابسين هاد المشكل، ولكن راه العمليه ضروريه ويوميا، يعني تقريبا يوميا تتخنق وكيهزها ولدها للسبيطار وكتاخذ هاد لي بارياك هادي كتاخذها ولدي هادو. غير البارح هانتوما بدا نحيد الاسم ديالها، ها هي فوالا هذا نحيد غير الاسم ديالها. ها هي غير البارح غنقرب هنايا مع 3:30 ديال الليل هزها ولدها. ها هي نهار 6/12/2021، 6/12/2021 مع 3:30 ديال الصباح، 3:23 دقيقة باش خدات هاد ليبرا. يعني وقت اللي تخنقات، الابن كان خدام كيف كنقولوا طالب معاش وكيدير الفراشة، كيخدم في سيكوريتي، كل مرة اش كيخدم المهم كنعرفوا الشباب ديال اليوم. المهم مسكين سمح في كل شيء وكيقول انا نصرف على الميمة ديالي. من بعد فاش من الام ديالو ولات كتخنق، وكل شوية كتخنق، تقدر في النهار تقدر بالليل، خرج من الخدمة كيقابلها هو اللي كيزها، هو اللي كيديها للسبيطار. وقالها لي قال لي اختي وفي الليل كيكون الطاكسي مدوبل وخصنا نقلب على طاكسي ونهزها والامكانيات ما كاينينش. هانتوما راه كتشوفوا الوضع ديالهم، هاد الدوايات كاملين بشكل شهري خصها تاخذهم، وغير كيف كنقولوا راه مؤقتا. اما العمليه راه خصها ما نطولش بزاف. انا يعني اضطريت نوريكم هاد الورقه ديال 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 السبيطار ديال موريزكو، ياك ديال موريزكو، غير باش تعرفوا البارح مع 3:30 ديال ونص ديال الليل هاد السيده تخنقات وداها ولدها. وقالها لي قال لي واليوم عاوتاني راه هي تقريبا بشكل يومي كنهزها للسبيطار. ها هو مسكين موجد البرا، كيقول لك انا حاطاي كتخنق كنهز معايا البرا وكنمشي للسبيطار. السلام عليكم اختي. السلام. الله يشافيك ويعافيك، نتمنوا لك الشفاء العاجل يا ربي. واخا قولي لي شنو المشكل الصحي اللي عندك، شحال المده وانت مريضه باش حسيتي به؟ المهم شي 3 شهور دابا او 4 شهور، 3 شهور او 4 شهور فهمتي. مشيت دابا تندوز، داني واحد السيد عنده واحد الطبيبه اختصاصيه ديال القلب. نعم. مشيت عندها قالت لي عندك الصمامات، قلت لها المشكل ما قالت لي والو، قالت ما عرفتش لان انا فاتحه لي كواب، انا فاتحه لي كواب. نعم. ما عرفتش فهمتي، ما عرفتش. المهم مشيت لميريزكو تندوز. انت هكا تخنقي وما عرفتيش منين جاك هاد الخناق؟ بحال اش واش كتحبس فيك النفس؟ صافي كتبغي تطجي روحي تتبغي تخرج روحي. صافي تنتخنق، صافي تنتخنق ونبدا نكحب ونبدا فهمتي، صافي تنوقف. لا حول ولا قوة، ما عرفتش كيفاش ندير لك، ما عرفتش كيفاش نفسر فهمتي. المهم تنتخنق، مشيت تندوز في ميريزكو، قالوا لي واش عندك الحلاقم؟ قلت لها شحال هادي تيجوني؟ قال لي راه من الحلاقم هادشي، هادشي الصمامات من الحلاقم. يعني هاد المشكل كيكون قال لك تيكون من بين الاسباب الحلاقم، كيجيو في الصغر، ما تيجيو من الصغر، ما تيداويهمش، ما كاينش نداوي بزاف. المهم صافي بقيت بحال هكا غاده. نعم. غاده تما بعض المرات تنطيح في الزنقه، تنطيح ما تنبقاش، ما كتبقى صافي كتجي السخفه كطيحي، ما بقيتيش قاده تمشي. ما تقدرش، غاتيش الدروج كيديري، ما تنقدرش. لا حول ولا قوة إلا بالله، الله يشافيك. ما بغيناكش تشوفي، بغينا النداء إن شاء الله يوصل قلوب الرحيمة وهاد الدموع يرجعوا دموع فرح. في الأخر خصك العملية. خصني العملية. قالها لك الطبيب. قالها لي الطبيب، كلشي تيقولها لي، تيقول لي ما كيبقى غدا وجوية. ما لقيتش لي يعاوني. ما لقيتش لي يعاوني، أنا تغلبت بزاف، ما كاينش. كاينش لي يعاوني. 8 المليون. بزاف. ما تلقاش باش نشري الدواء ولدي اللي تي. هكا وهكا حتى كيلقى وتنتسلفو وتنتكلفو فهمتي. ولدي جلس من الخدمة ياك؟ جالس صافي، ملي عرف هاد المرض صافي يومين يعني. وقابلني ولا ما كانش اجي حدايا ولدي من هنايا، انت اللي مقابل ماما ياك؟ كنتي خدام؟ كنت خدام وريح، حيت ما كاينش اللي يقابلها، انت اللي عندها في الدنيا وهي اللي عندك في الدنيا.
بجوجكم عايشين هنا بوحدتكم؟ بوحدتكم. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يرضي عليك ولدي. كيف تبعتيه معنا الولد؟ جلس من الخدمة ما كانش لي قابلها. هذا قلت لي غير البارحة هي الورقة وريتيها لي هذه. البارح هايا مع 3 ونص الليل معاش هزيتيها من هنايا نتوما في حي الحسن. خرجنا من هنا لقيت نقلبوا لهذوك البلاوات فورماسيون ياك تقلال فاش تلقاهم عاد خديتيهم؟ خديت لها البلاوات وديتها، خديت لها 3 وديتها. دقات شافها الطبيب ديال القلب ودار لها تخطيط وقلبها قال لها خاصها تدوب البلاوات الشوكات. ودارتهم. الطبيب تقول لنا هذا خاصها دير الوالده خاصها دير العمليه. كانت طبيبه البارح قالت لي خاصك ديري عمليه. قالت لك باقا كتمشي وتجي راسك. قالت لي خاصك تبقاي غاده وجيه تبقاي غاده وجيه خاصك عمليه. قالت لي ضروري من العمليه يعني هادشي راكي كالمي وصافي. هادشي غادير شويه وصافي وما تنعش ولا جاتني النعاس النعاس ولا ما جاتني صافي تنبقى جالسه بحال هكا. انا قالها لي ولدك فاش اتصلت بغيت نجي قال لي راه 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 غافله شويه نعسه ما نقدرش نفيقها لحقاش هي ما كتنعش. عاد اتصل بيا قال لي راه هي فاقت شديت كامل مسكينه كامل دابا صافي شديتي الفراش ما بقيتيش كتقدري تنوضي؟ لا نقدر نمشي بحال هكا شويه تريح دابا الدروج عندنا الدار هنا فوق تطلع بالستة شويه تريح شويه تريح تبقى لا لا مول اللي عنده ليمبوشي العروقه وهكا تكون الدروج شويه قاصحين ما نقدرش بزاف نطلع بزاف لا دابا الدروج نوحل فيهم تطلع بشوي شوي 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 عليا بشويه دقه دقه وحده تاع تريح شويه تتوصل غادا تنوصل هو الطبيب قال لنا ممنوع عليك العلو ولكن شويه عندي بدير فرشاف الله والسلام. تا ولدك مسكين كيشوف قال لي ما لقيت قال لي كل لقيت لحمين بيعوا على كلوتي هكا قال لي ولكن ما لقيتش كاين والو قال لي ما عنديش قال لي هاد الدواء بزز باش كندبرها هكا هادو ياك وليدي خصها ضروري تاخذهم بلاتي نقادوهم ربما يكونوا المحسن هذا الاخر اللي حداه سيترون هذا هو هذا لا الاخر سيترون راه ايوا كل خاصك ديما ما خاصكش تقطعو ما خاصكش يقطعو التحليله كل 3 ايام دير كل 3 ايام تحليله ما خاصكش تطلع بزاف ما خاصكش اليوم لقينا فيها جوج او ثاني اليوم لقيتي التحليله طالعه طالعه شويه واش خاصها ما تطلعش دابا كل 3 ايام ديري تحليله كل 3 ايام هذا لابوراتوار هذا40 درهم واش اللي ساعدني قلت لك كاين شي واحد اللي تكلف ليا بالعمليه الله يجازيه بخير ولا كانوا جمعيات يوقفوا معايا ولا بغيت نديرها في ميريسكو يكون معايا شي واحد يوقف معايا ديروا له العمليه ندير العمليه هادشي اللي باغا يعني انا خصك ديرها في اقرب وفي الخاص طلبوا لك 8 المليون قالت لي قالت لي 8 المليون بزاف انا ما عنديش كون كان عندي كون ماشي مشكل انا ما عنديش وي الانسان اللي عنده راه بس الصحه راه كنبيعوا عليها كلشي يعني اللي راه ما يمكنش عندك وغتبخلي على الصحه ديالك راه ما يمكنش ما عنديش انا بغيت اللي يساعدني الصحه ديالك بغيت لي يساعدني داك الشيء محسن شي يشوف فيا يساعدني انا ما بغيتش يبدا يضحك عليا ولا يتشلى عليا انا بغيت اللي يساعدني نتمنى ويا ربي نتمنى ويا ربي تلقاي قلوب رحيمه اللي يعطفوا عليك ويتصلوا ان شاء الله ويتكلفوا بالعمليه كيف تبعتوا معنا مشاهدينا العمليه في مصحه خاصه راه كدير 8 مليون لان هي جوج عروق مبوشين عندها نتمنى وتا المحسنين اللي بغاو يدخلوا في هذه المساله يجيو يمشيو هما يسولوا يديوها المصحه اللي بغاو اللي اختاروا هما يديوها هي قالت ما بغات نشد حتى شي حاجه في يديا انا بغيت غير اللي يدير لي العمليه يديوني المصحه ندير العمليه هي الهم ديالها غير دير العمليه قال لي بغيت ان شاء الله انا وليدين الله يكمل عليكم ان شاء الله محتاج لي ما هي محتاجه لي هو محتاج ليها الله يكمل عليهم نتمنى الخير يا ربي بغيتي تضيف شي حاجه ولدي عاد المهم
ونتمنوا يا ربي النداء ديال الوليد. كيف قلنا عندها وليد واحد الله يخليه ليها، راه جلس من الخدمه باش يقابلها، لان ما عندها حتى شي واحد هو اللي كيهزها كيدير ديال التحليله كيديرها للسبيطار في الليل، ملي كتخنق كيرجعها كيبقى مقابلها، راه ما كيخرجش نهائيا من الدار، كيبقى غير مقابله هي، خايف على ميمته لا تخنق في اي لحظه وما يكونش هو، فبالتالي خصو يبقى معها 24 ساعه على 24 ساعه على الله يرضي عليه والله يرضي على وليدك. بعدا الحمد لله لقيتيه في اكتفاتك. الصراحه لقيته واخا الجهد المادي ما عندوش الفلوس ما عندوش، ولكن راه هازك عنده المحنه عنده بزاف. لا حنين فيا الكذب، حنين فيا بزاف، حنين فيا، هو اللي تيطيب ليا، هو اللي تيدير ليا، هو اللي تيدير ليا كلشي، كلشي تيديروا ليا. الله يخليه لي، الله يخليه ليا، الله يخليه ليك. ويا ربي يا ربي هاد الليله تفرح الام وولدها، يا ربي تفرحهم شي اتصال اللي يفرح هاد الام ويقول لها صافي ان شاء الله كوني هانيه، العمليه راه حنا غنتكلفوا بها، نتمنوا يا ربي خير. الادويه هاي راه مازال كتاخذهم، يعني هما كيلقاو غير مشكل غير باش يشتروا الادويه، الامكانيات ما عندهمش، فما بالك العمليه اللي كتسوى الملايين. ها هما الادويه حتى الا بغاو المحسنين يشريوا ليها الدواء، هاد الدواء راه ماشي هو العلاج، الدواء كتستعملوا غير مؤقتا، ولكن العمليه هي الضروريه. ولكن حتى الدواء حاليا راه محتاجينه ياك، حتى الدواء حاليا راهما في امس الحاجه الدواء غير باش يتكالما هاد المرض. هادو وليدي ياك يوميا هادو ها هما كيطيحوا لي سعافكم بين سمحوا لي. ها هما هاد الدوايات ولدها راه مازال غير صغير ومسكين هاز هاد المسؤوليه كامله، الله يقدروا ان شاء الله والله يرضي عليه. الرقم مشاهدينا 07 71 37 71 63، 07 71 37 71 63. كلشي الملف الطبي، نشوفوا وليد دوك الوريقات، الملف الطبي كاين عند العائله، كلشي عند العائله اللي بغى يجي، التقرير الطبي كلشي كاين، كلشي كاين. كيف قلت لكم راه غير البارح انا ندرك غير الاسم، ها هي راه نعاود ندرقو، راه غير 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 البارح مع 3:30 هاي ديال الليل، ها هو التاريخ 6/12/2021، هزها ليرجونس. ايوا بس كيشي ديال موريز كلشي عارف ولا تعرف؟ هو قال لك حراس الامن الخاص ديال موريز قولوا كيعرفوها، لان بشكل يومي كتخنق، بشكل يومي هاد الوليد كيهز الام ديالو كيديها باش تاخذ هاد ليباري. قال لك البارح مشيت تجبتهم ثلاثه من واحد الفرماسيان، عاد شديت الطاكسي عاد ديتها مع 3:30 الليل، عاد خدات الشوكه ديالها. نتمنوا ليها الشفاء يا ربي، ونتمنوا يا ربي يفرحها هي ووليدها. الله يحسن العوان، المرض صعيب الله يحسن العوان. راه كاين الانسان اللي عنده باع اللي قدامه من موراه وما قدرش انه يتعالج، الله يجيب الشفاء للجميع يا ربي. ونتمنوا ايادي الرحمه تمد لهاد السيده وتفرحها يا ربي، وتدخل الكلينيك دير العمليه ديالها وتخرج ان شاء الله لوليدها بخير وعلى خير، وتشافى والولد ديالها حتى هو يرجع للعمل، كيدير فراشه كيخدم في الامن، هو فيما كان كنعرفوا الشباب تبارك الله عليه، المهم يجيبها ديال الحلال. ما بقى لي مشاهده الا نودعكم. بغيتي تضيفي شي حاجه قبل ما نختم؟ انا بغيت اللي يساعدني، بغيت اللي يساعدني، بغيت المحسنين يساعدوني، او الجمعيات، او اللي كان يساعدوني، اللي كان يساعدوني. نتشافى لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. نقدر نعطي وليدي ندير دويره على داركم، ماشي مشكله هذا البيت. هيا انا غنبقى ها هو السيده في النعسه، يعني هادشي هي وليدها، هي كتنعس هنايا، الوليد كينعس هنايا، هذا هو المكان اللي جامعهم. ها هو هذا، شوف شحال الوراق ديال الطبيب والتحاليل، شوف شحال غير من مره، هادو هما المرات اللي كديها وليدي للسبيطار ياك. ها هما مشاهدينا كل نهار تقريبا بشكل يومي، ها هما فاش كيديها للسبيطار كتاخذ الشوكات، فين ما كتخنق خصو يديها، هذه ديال اليوم خصو يضيفها لهنايا ترجع. ها هما يعني بشكل يومي كتخنق وكيديها للسبيطار، ها هو الملف الطبي ديالها. نتمنوا ليهم يا ربي ان شاء الله، يا ربي تنزل الفرحه على هاد العائله ويكون شي محسن. كيف كنقولوا اللي بغى يشري الجنه ديالو، اللي بغى الجنه ديالو، راه كاين ما يدار، وكاين الناس اللي محتاجين المساعده، كاين الناس اللي محتاجين الايادي تمد ليهم. دائما كنقولوها راه هنا كاينه العمره وهنا كاينه الحج، وحنا بدورنا كنوريوكم الحالات المستعصيه اللي فعلا ما عندهم حتى شي حاجه، باغي مساكن بحال هاد السيده، باغا ديرها عمليه وتوقف على رجلاتها، باغا ديرها العمليه ما باغا حتى شي حاجه، باغا غير توقف على رجلاتها وتكمل المشوار ديال الحياه هي والابن ديالها، الله يخليه ليها. قبل ما نختم 07 71 37 77 63 07
71 07 71 37 71 63. هذا هو الرقم، ما بقى لي الا نودعكم. دمتم في امان الله، الى اللقاء.